دعا فضيلة الشيخ الدكتور فريد يعقوب المفتاح خطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي خلال خطبة الجمعة الأولى من شهر ذي الحجة، دعا إلى اغتنام العشر الأوائل من هذا الشهر في التقرب إلى الخالق سبحانه وتعالى بمختلف العبادات التي تجتمع في شهر ذي الحجة. خطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي أشار إلى أبرز الفضائل التي تمتاز بها العشر الأوائل من ذي الحجة عن غيرها من شهور العام الهجري. هذه الأيام الفاضلة أقبلوا على العبادات، استثمروا أيامها في الخيرات، واملأوا أوقاتها وساعاتها بالقربات، ففي أيامكم هذه تفتح أبواب الطاعات وتضاعف الحسنات. يقول العلماء: السبب في امتياز عشر ذي الحجة عن غيرها اجتماع أمهات العبادة فيها، فقد اجتمع فيها ما لم يجتمع في غيرها من فضائل كثيرة عظيمة، من صلاة وصيام وحج وصدقة وذكر للرحمن. يقول تبارك وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أي في عشر ذي الحجة، فأكثروا فيها يا عباد الله، أكثروا فيها من ذكر الله تبارك وتعالى، فقد أوصانا بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.